تواصل وزارة الصحة حملاتها وزياراتها التفتيشية على صالونات التجميل النسائية والحلاقة الرجالية والصالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية الصادرة من الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة كورونا. في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، تواصل وزارة الصحة بشكل مستمر حملاتها وزيارتها التفتيشية على صالونات التجميل النسائية والحلاقة الرجالية والصالات الرياضية في المملكة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بتطبيق كافة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية ومراعاة التوجيهات الصادرة من الفريق الطبي من أجل حماية صحة العاملين والزبائن وتحقيق التحسن المنشود والأثر الإيجابي على المستوى الصحي والوقائي. وتأتي الزيارات التفتيشية بحسب الخطة التنفيذية وتشمل جميع محافظات المملكة، حيث تكون على هيئة زيارات مفاجئة أو متابعة للبلاغات والشكاوى الواردة، ويتم خلال الزيارات تقييم المنشآت ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتوافق مع طبيعة المخالفات. هذا وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى مواصلة الإسهام في الحد من انتشار العدوى عبر الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على أعلى درجات الأمن الصحي ودعم جهود الفريق الوطني الطبي، مؤكدة على أن المسؤولية والوعي المجتمعي يشكل عاملا هاما ورئيسا للحد من انتشار الجائحة وتصفير أعداد الحالات المسجلة.